اليوم انا بوريكم كم دايموند جمعنا مره كثير. تقول له يا لويجي معك 5 دايموند بس، هذه ما كثير. لا لا يا حبيبي، شوفوا كم الدايموند، في دايموند عندي كثير. انا واخوي ماري قاعدين نستخدم الدريل الجديد الاسطوري. ما هو هذا الدريل ذا اللي اوريكم اياه مع ماريو، الدريل اللي اشتريناه اخر حلقه، افضل دريل في العالم. يا ماريو وين رحت يا ماريو؟ ماريو اوه شوف اخوي ماريو قاعد يكسر ما شاء الله. ماريو وش قاعد تسوي؟ لما يلقى دايموند ماريو يصير انسان عدواني جدا، ما تقربوا منه. شوف شوف اخوي ماريو اللطيف الجميل، لما يلقى دايموند انتبهوا منه يصير حيوان مفترس ياكل البشر. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم يا ماريو. ماريو وعليكم السلام. يا ساتر يا ساتر، بسم الله الرحمن الرحيم، والله انه مشكله ماريو. والله انجل خلينا ناخذ من الدايموند شويه ونطلع. طيب يا ماري ابغى استخدم الدريل الجديد، احنا قلنا لي ولك مو بس لك انت. ها اوه تبغى الدريل الجديد يا اخوي؟ والله ما ينفع اديك الدريل لانه الدريل خلاص من يوم راح صار حقي. شوف شوف هذا موجود، تبغى اخذه؟ ما شاء الله، مع السلامه يا حبيبي. والله اخذه. خليني اخذها بسرعه، اخذها قبل يشيله. وينه جمع دامد بوريكم كم جمعنا. ترى ما بس هذا الدامد اللي جمعناه، جمعنا دامد اكثر بكثير. بس خلينا نرمي الحجر لان الحجر مره مشكله، وابغى اكسر كل الدامد هنا ونطلع فوق بوريكم. جبنا دامد والله مره كثير، الحمد لله. المنجم هذا افضل منجم يا حبايبي، لا تنسى تحطون على اللايك والاشتراك عبال ما اشيل باقي الدامد واطلع فوق بسرعه. يلا يا ماري استناني استناني، لا تروح بعيد. يلا يا ماري يلا يا ماري بسرعه، خلينا نطلع من الكهف. شفت ما قلت لك الكهف حقي افضل كهف في العالم، جبنا منه الدامد كيف الكهف افضل كهف العالم، كهف لويجي. يلا يلا خلينا نوريكم دايموند. والله دايموند مره كثير، تدري وش نبغى نشتري؟ والله اشياء مره كثير يا اخوي جمعنا اليوم. هذا الدايموند نبغى نحوله كله الى فلوس. فلوس يا حبيبي، الحين الناس تتعامل بالفلوس. فلوس؟ دقيقه، وش فلوس؟ فلوس يا حبيبي، الاوراق الخضراء. فلوس تعرف الفلوس. كيف نروح نعطيه القروي يعطينا كم؟ والله هذا الدمد الظاهر بيجيب لنا صندوق فلوس يصير اغنياء يا حبيبي. يا حبيبي كذا اعطيني الدريل بسرعه، ابغى اجمع دمد زياده. اعطيني دريل. الدريل؟ امسك ما ابغاه. جيب يا حبيبي، والله ما تشم الدريل من يوم ورايح يا حبيبي. اسمع طران، انا وياك تونا اول مره في حياتنا نتفق انه نحط الدايموند حقنا في صندوق واحد، لا تخليني اخرب الان واخذ الدايموند كله. والله طيب خلاص خذ الدريل، انا باخذ الدايموند. شكرا، يعطيك العافيه، مع السلامه. خلاص تكسر القرية. الدايموند حقي وحقك، سويه فلوس تعطيني نص الفلوس. والله طيب طيب، وبدأت تديني الدريل. ايوه ما حبيبي، ما تاخذ لك على طول. طيب انا بصلح المزرعة اللي خربتها. صلحها بسرعة، خلينا ناخذ الدايموند الان ونروح نشوف كم بيجيب لنا الدايموند هذا. تتوقعون كم يجيب لنا؟ مليون ولا مليونين؟ ان شاء الله يجيب لنا فلوس كثير. خلصت ولا لا؟ اي خلصت يا حبيبي، خلاص صار البرج حقي كامل. الان لا في جناح ولا في شيء يخرب علي، اقدر اطلع متى ما بغيت وانزل متى ما بغيت. بس يبغالي احط لي والله بحيره كذا
عشان لا سمح الله طحت او شيء اقدر احط لي بحيره من هنا. ها وشو ذاك اللي هناك؟ دقيقه خلنا نشوفهم بالدربيل، الدربيل السحري. ها هذا ماريو، ايش قاعد يسوي ماريو؟ قاعد شكله مخرب الارضيه. بسم الله الرحمن الرحيم، كيف خربها كذا بسرعه؟ والله يا ماريو والله شكله عندك سالفه، خليني اروح اسلم عليه واشوف ايش عنده سالفه. بسم الله. لا اشوى 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 ما طحت اشوى، والله لازم اسوي لي مويه يا حبيبي، لازم اسوي لي مويه، خلينا ننزل مره ثانيه. ايوه مسكت شرشميل الاسطوره. الله الله اني اسطوره يا اخي، يقولون اني مو بطل، والله انا بطل الابطال يا حبيبي، ما في احد زيي. والله سنفور تعال شوف اخوك شرشميل وش سوى يا غبي. السلام عليكم ماريو، السلام عليكم، كيف حالك؟ شرشميل اهلا الحمد لله، كيف حالك انت؟ ايش عندك في يدك طلعتها قبل شوي؟ ورني يا ولد، والله عندك شيء خطير انت. والله يا شرشميل شوف شوف، انا عندي ديدان كنت ادورها، امسك هذا الديدان وهذا التراب، امسك راح تستانس فيه. لا ديدان وشو؟ ما ابغى ديدانك ولا ابغى ترابك ذا الخايس، امسك ديدانك، امسكها بلاستيك ديدانك ذي، والله ما ابغى شيء، والله اروح البيت يا حبيبي. بس والله انه عنده شيء ذا، والله انك عندك شيء يا ماريو، انا شفته بيدك كان يلمع يلق لق ما شاء الله، خليني اطلع اراقب من فوق يا حبيبي. هلا والله يا عمنا القروي، كيف حالك؟ اسمع يا عمنا القروي، اليوم انا جايك وجايب لك دايموند كثير، شوف شوف الدايموند ما شاء الله، جمعت دايموند بالدريد حقي. الدريد حقي ترى ما شاء الله دايموند كثير، دايموند كثير يا حبيبي، والله صرت بطلوخ. هذا مو هديه يا عمنا القروي، نبغى الفلوس، نبغى فلوس. انت اخذت الدريد مني؟ طيب اخذت الدريد مني يا لويجي، ابغى فلوس. طيب عشان اعطيك منه الان، حول الدايموند هذا الى فلوس، وفي حبه دايموند. دقيقه خليني اشيل هذا اول شيء واحط في المكان السري حقي. كم يجيب لنا؟ ان شاء الله يجيب لنا فلوس كثير. دقيقه خليني افكر اشوف كم يديك. والله يديك شيء محترم ترى. امسك هذا الصندوق كامل مكمل دايموند. اوه هذا الصندوق فلوس، خليني اشوف. بسم الله، واو يعطيك العافيه، والله فلوس. الله يعافيك يا سلام يا سلام. اسمع يا قروي، خذ هذه الفلوس عشان الدرن اللي امس اشتريناه من عندك، يعطيك العافيه. خلاص هذه فلوس لك تعويضا على الدرن يا حبيبي. هذه فلوس لي، الله يعطيك العافيه، شكرا لك يا لويجي، والله شكرا. خلنا احطها هنا يا حبيبي. معك الغني لويجي من اليوم وصاعدا، الغني لويجي اللي معاه فلوس كثير. يلا مع السلامه يا عمر. كفو نعم الكفو، مع السلامه. مع السلامه مع السلامه. والله عمر شكله ما صار يعرف يتكلم، خلاص انصدم من الغني لويجي. يا قرويين يا قرويين، اي احد يا فلوس ترى معاكم اغنى واحد في العالم، لويجي الغني جدا. خلينا نروح نوزع، لاني انا الصراحه احب الخير للناس، ابروح اوزع عليهم فلوس كثير اليوم. يا قرويين مين اللي يحتاج فلوس؟ خلينا نحط هديه عند بيت كل واحد شكله ما في، خلينا نحطهم هديه، نرمي الفلوس عند الدكتور هذا الدكتور كان يساعدنا، نعطيه ستاك فلوس ونروح عند القرويين الثانيين. هذا بنخليه عند السرير هنا ستاك فلوس، وبوزع لهم كل فلوس، والله ما اخلي ولا شيء يا حبيبي. وزع فلوس، انت خذ رقم شويه، كم فلوس هنا؟ هذا ما عندي كثير، الظاهر هذا بيحتاج فلوس مره كثير، خلينا نحطه هنا وبنوزع كل الفلوس، ما راح اخلي ولا ريال. يلا يا ماريو ابشرك جبت الفلوس يا ماريو، ماريو اخوي يا ماريو. وين الفلوس؟ ارجلي وين الفلوس؟ وريني وين وش انت من طبيت؟ بسم الله اسمع يا ماريو، تعال شوف الفلوس حقت ماريو، خذ انا ستاك ذكين ثلاثه اربع ستاكات فلوس، الحمد لله خلاص كذا طفرت، انا طفرت اليوم. وش فيك يا ماريو؟ وش فيك منصدم؟ هذه حقتي، هذه حقتك. ايوه انا نسيت اقول لك يا ماريو، انا وزعت الفلوس الباقيه حقتي والباقيه حقتك وزعتها للقرويين، القرويين يحتاجون دايما الصراحه، يحتاجون فلوس. قرويين؟ ايوه. ليش يحتاجون دايما؟ ليش؟ اعطيتهم فلوس مو دايما، فلوس عشان يشترون لهم بيت. والله وريك اكسر بيتك. لا اسمع يا ماريو، اسمع يا اخي، اسمع معلمك شيء عادي يا اخي، احنا لازم نصير كريمين يا ماريو، نوزع للقرويين نعطيهم فلوس عشان نصير احنا ملوك القريه، لازم نعطي القرويين فلوس. وش الفايدة يا اخوي؟ الدريل هذا معانا نقدر نجيب دم زيادة عادي، خذ فلوس انت الان وروح اشتر لك، ترى هذه الفلوس تسوى كثير يا حبيبي. صح كلامك، الدريل معي صراحة على كذا، انا بروح اشتري من عمنا القروية طلقات البازوكا حقتي. وليش اسمعني، ابغى الدريل. طيب ابغى الدريل، ممكن تديني الدريل؟ ابغى امسك الدريل خلاص، ما عاد ابغى. طيب يا حبيبي ما شاء الله حبيبي.
باقي. انا ذحين بوريكم استعق من هذه الفلوس الخضر الجميلة الجديدة ايش يجيب، يجيب لنا اشياء مرة كثيرة. بروح اشتري جميع انواع الطعام يا حبيبي، يكفيني لمدة شهر قدام ان شاء الله. يا سلام يا سلام، شريت اخيرا البازوكا يا حبيبي. اطلق ولا ما اطلق؟ لا خلاص ما راح اطلق، ما راح اطلق، انه والله صراحة احتاج الطرق واجد. خليني ادخل وخليني اعلمكم شيء يا حبايبي. تدرون اني انا ما صرفت الا الا حبتين من الورق ذا، ما ادري ايش سالفه الورق ذا. شوفوا شريت البازوكا وشريت الطرقات وشريت كل شيء يا حبيبي، والله ما صرفت شيء، ممكن صرفت شيء بسيط مره. والله طلع كلام لويجي صح عليه، طلع ما نقدر نصرف كثير، والله انا احسن من الدايموند دي الفلوس يا حبايبي. خليني الان احط الاغراض كلها معي يا حبيبي، وامسك الفلوس بيدي ولا الدرل صح على الدرل. يلا يلا خلنا نطلع فوق. ايوه وش اسوي الان؟ والله تعبان شوي، ممكن اني انام ولا ما ادري. شكلي بنام شوي والله، ولا اروح اجمع دايموند. لا خلاص بكره، خلاص بكره، خلاص بما انه الدرل ذا الاسطوري معي فاموري طيبه، اقدر بكره اجمع كثير يا حبيبي بدون حتى الويجي. ما راح اخذ الويجي معي والله. يشوف خليني الان شكلي بخبل على الفلوس حقتي والار بي جي والدرل، لانه خايف من الويجي وانا نايم والله. بس عندي مكان سري يا حبايبي بوريكم. شوفوا 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 المكان السري يا حبيبي، حط الدرل وحط الفلوس وحط البازوكا وحط كل شيء كل شيء، والان اقدر انام بسلام بسلام يا حبيبي. والله اني تعبان، بسم الله الرحمن الرحيم. حبيبي نومه طيبه طيبه اليوم. ايه تقول لي اجل، ما حد راح يعرف مكانك السري اجل. والله انك مسكين، بس والله اني خايف اني اطب عليه الان لو اكسر هذا. دقيقه اجل دقيقه، خليني اكسر مكان ثاني عشان لا اطيح على ماريو. والله مصيبه يا ولد. بسم الله وش اللي طاح علي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والله شكله طاحت علي بعروضه ذي نامسه حقيره. والله وريت النامسه والله. خليني اكمل نوم مره ثانيه. الحمد لله انه ما حس. لا الحمد لله يحسب نامسه، ما تدري انه شرشبيل الكبير فوق راسك يا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم، خليني الان افتح حالي. بسم الله. بسم الله. لا 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 لا، هذا قاعد يتحرك قاعد يتحرك. لا يا حبيبي. تخبى تخبى تخبى، يا رب ما يشوفني يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم، شو السالفه يا ولد؟ شو السالفه؟ والله حس الدنيا حر. المروحه شغاله؟ اي والله شغاله المروحه، الحمد لله الحمد لله. اجل خلاص خليني اكمل نوم مره ثانيه. هذا ما شاف، ما شاف، هذا ما شاف الحفره اللي فوق ناظر المروحه. والله انه مره مجنون. خليني الان بسرعه اسرق. اجل مكانك السري تقول؟ ها والله وريك الان والله. وش ذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هذا وشو هذا البنفسجي؟ لا 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 لا، هذا الكلام خطير والله، هذا الكلام مرة خطير يا ولد. وشو ذي؟ وشو ذي الورقة الأخضر؟ فلوس؟ ها؟ فلوس؟ اي والله فلوس. خليني أخذ الفلوس يا حبيبي. بسم الله يا رب إنك ما تحس يا ماريو، يا رب إنك ما تحس. بسم الله الرحمن الرحيم، خليني أنا. وشو ذا السلاح الغريب؟ وشو ذا السلاح الخطير؟ والله ماني فاهم. ها؟ ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، كيف كذا كسر بسرعة؟ لا إله إلا الله، وش ذا الدرل؟ والله درل أسطوري يا حبيبي. خليني أجرب بسم الله مرة ثانية. لا والله من جد مرة قوي. أقول أقدر أكسر تحت مرة؟ إي والله والله أقدر أكسر مرة تحت مرة. يلا إلى الدايموند. لا ما ينفع إلى الدايموند، لا أنا حشرت نفسي. والله إني غبي، والله إني غبي، بس والله لأكمل، والله لأكمل للدايموند إلى أسفل يا حبيبي. جيتك يا دايموند. يلا مع السلامة يا لويجي ماريو. الله يعطيكم. هذا ذهب، هذا ذهب يا حبيبي، قربنا للدايموند. خلينا الآن خلاص نزلنا بعمق مرة مرة كويس. والله بصير أغنى أغنى واحد يا حبيبي. سلام عليكم، جيبوا دايموند ولا والله كسركم تكسير. والله وريكم وين الدايموند، وين الدايموند. والله اني قوي يا اخي، تخيلوا كذا امشي قدام الصخر والصخر يمشي قدامي. شوف يا حبيبي شوف، طلع عندكم الدريل زي هذا يا مجانين، وما تعلموني لويجي ماريو. والله ما تشمون الدريل ذا، والله حتى اخوي سنفور ما يشمه. والله لا طلع الدايموند، والله هذه الفلوس الكثيره برضو الله يعطيكم العافيه عليها يا حبيبي. شكرا شكرا، يلا مع السلامة، ما تحصلوني بصير أغنى إنسان.